غدة البروستاتا غدة تشبه الكمثرى في شكلها، تقع أسفل المثانة البولية وتطوق مجرى البول كالخاتم، وهي تعتبر من أهم مكونات الجهاز التناسلي للرجل. وفي هذه الغدة بيلتقي مجرى البول ومجرى المني، فبشكله قناة واحدة هي الإحليل البولي. من هنا أي طارئ يحدث لغدة البروستاتا ممكن يأثر على الوظيفة البولية والجنسية للرجل، فبعاني الرجل من سلسلة من العوارض اللي الناطقة تبعا لنوع الخلل، وممكن يؤدي هذا لحدوث أمراض البروستاتا. طيب شو هي أعراض وعلامات أعراض البروستاتا؟ في العديد من الأعراض اللي ترافق أمراض البروستاتا، وفيما يلي بيان لأهمها: ضعف تدفق البول، صعوبة في التبول، كثرة التبول، وجود المفرزات القيحية في البول، وجود الدم في البول، سرعة القذف، آلام في الظهر والردفين. طيب هل من نصائح حتى نقي أنفسنا من أمراض البروستاتا؟ بالتأكيد في تدابير وقائية حتى نقي أنفسنا من تضخم البروستاتا. الامتناع عن التدخين، فكشفت دراسات أن التدخين بيلعب دور في التهاب البروستاتا وحتى في إصابتها بالسرطان. أيضا إفراغ المثانة البولية قبل اللقاء العاطفي وبعده حتى نقلل خطر التعرض للالتهابات الميكروبية للمجاري البولية عموما ولغدة البروستاتا خصوصا. نتفادى العلاقات الجنسية غير المشروعة لأنها بتفتح الباب لخطر التعرض لالتهاب البروستاتا وسرطانها. نتجنب الإطالة في فترة الجماع الجنسي من أجل تقليل احتقان البروستاتا. نتناول الثوم والبصل والكراث وما شابههما في شكل منتظم، لأن الأبحاث بيّنت أنها بتساعد في خفض الإصابة بسرطان البروستاتا. هذه الأغذية غنية بمركبات الآليوم النشطة اللي بتقف في وجه الشوارد الكيميائية الحرة لفري راديكالز المتورطة في نشوء الأورام الخبيثة. والعلماء بينصحوا بتناول ما لا يقل عن 10 جرام في اليوم من هذه الأغذية من أجل أنه يتم تأمين أفضل حماية لغدة البروستاتا. أيضا قللوا من أكل اللحم الأحمر المفعم بالدسم لأنه متورط في نشوء سرطان البروستاتا. شرب الشاي الأخضر، فالدراسات وضحت أنه اللي بتناولوا يوميا هم أقل تعرضا للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بغيرهم مما لا يشربون الشاي الأخضر. أيضا تناول السمك الدهني مثل التونة والسردين والسلمون، لأنه بيرتبط بشكل ملحوظ بتراجع في خطر التعرض لسرطان البروستاتا. شرب عصير الرمان، في هذا الإطار أوضحت دراسة صينية أن هذا العصير يعد من بين أهم الوسائل الواقية من سرطان البروستاتا، وفسر الباحثون السبب بغنى الرمان بمضادات الأكسدة اللي تحول دون نشوء خلايا ورمية خبيثة. أيضا شرب القهوة، أثبتت دراسات أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن شرب 6 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا يحمي من التحولات الخبيثة للخلايا وبقلل من خطر التعرض لنوع خطير من سرطان البروستاتا. تفادي المبيدات الزراعية، وحول هذا الأمر يقول باحثون أمريكيون أن المزارعين اللي بيستعملوا مبيدات زراعية معينة هم أكثر تعرض للإصابة بسرطان البروستاتا. عدم استهلاك كميات كبيرة من الزنك، فالأبحاث اللي جرت من قبل الباحثين في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة كشفت أن الرجال اللي بتناولوا أكثر من 100 جرام من الزنك يوميا هم أكثر تعرضا من غيرهم لسرطان البروستاتا. بيحتوي قشر الرمان على الكثير من مختلف العناصر الغذائية الهامة من الفيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين ألف وباء وجيم، وبيحتوي على سكريات وأملاح معدنية زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
برضو قشر الرمان غني بالألياف الغذائية المفيدة جدا لصحة الإنسان، بالإضافة لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة اللي بتحمي الجسم من العديد من الأمراض زي مركبات الفلافونويد، مركبات التنين، وبرضو بيحتوي على أحماض أمينية زي حمض الجليك وحمض الإيلاجينيك. ولا تقتصر فوائد قشر الرمان على جزء معين من الإنسان، بل له فوائد عديدة لمختلف أجهزة الجسم. ما هي فوائد قشر الرمان البروستاتا؟ قشر الرمان بيحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا، بيعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية وبنشط حركتها بشكل كبير، يعمل على علاج التهابات المسالك البولية، بيزيد من القدرة الجنسية عند الرجال. بيعمل قشر الرمان أيضا على علاج مختلف مشكلات الذكورة اللي بيعاني منها الرجال، بيعمل على تعزيز نوع الحيوانات المنوية، بيعمل برضو على علاج مشكلة عدم القدرة على الانتصاب، بيعمل على علاج تضخم البروستاتا. طيب طريقة استخدام قشر الرمان للبروستاتا كيف يتم ذلك؟ قم بوضع قشر الرمان في أشعة الشمس المباشرة والهواء الطلق، اتركه عدة أيام في مكان نظيف حتى يتم تجفيفه تماما. بعد كده افركه، قم بفركه حتى انه يصبح زي البودرة، وبعد كده خذ ملعقة من هذه البودرة واغليها في كوب من الماء على درجة حرارة مرتفعة حتى الغليان، واتركه حتى يبرد تماما، ومن ثم تناوله قبل النوم بساعة على الأقل لمدة شهر كامل على الأقل، حتى تحوز على فوائد قشر الرمان الرائعة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أدعوكم مجددا لمتابعتي أيضا في قناة صحة العائلة العربية التي ستجدون فيها ما يسركم من المحتوى الصحي الذي يزيد من ثقافتكم الصحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.